أهلا بكم من جديد. أطلق الجيش العراقي عمليتان عسكريتان لتطهير المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وذلك من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث أوضح قائد عملية دجلة أن قوات أمنية مشتركة من الحشدين الشعبي والعشائري وبإسناد من طيران الجيش انطلقت صباح اليوم بعملية عسكرية كبرى متعددة المحاور لتطهير المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين من خلال خلايا داعش، ومشيرا إلى أن الهدف من العملية هو تأمين وتطهير الحدود الإدارية بين المحافظتين من الخلايا الإرهابية والسيطرة عليها بشكل كامل.